حبسوا بسبب سفرة التوراته اللي ضلعت انا، وسفرة التوراته وريثه من جدي، والدوله وهذا لا يباع ولا يشترى، وانا مترجي من عبد الملك الحوثي الله يحفظه ان يفرج عنه. هذا ما في ذنب مسكين، هذا ما في ذنب مسكين. اليمن هو راعي، هو المسامح ويسامح، راعي الحضاره، راعي الكرم، راعي الجود. وأترجى من كل السلطات في اليمن أن تفرج عن هذا اليهودي المسكين. اسمي سليمان ابن حياقوب، أنا من ريدة خارف بيت هرف. إمتى وصلت من ريدة لإسرائيل؟ كنت أنا 8 سنين. احكي لي شوي عن الحياة اليهودية في ريضة لما تركت اليمن، كيف كانت الحياة اليهودية؟ الحقيقة كانت الحياة جيدة، وكان عندنا جيران ممتازين، في ناس ممتاز وفي ناس، لكن الناس المحترمين كانوا يحمونا. شو اشتغلت انت كيهودي في اليمن؟ كان ابي وجدي كانوا حداد، إن كان جدي حداد وأبي حداد ونجار، يعني يعملون المخارج، يعملون يسمونها الحلة الذي يخرشون الأرض الماء. من سنوات كثيرة اليهود تركوا اليمن، ليش قرروا إنه يعني ليش الحياة صارت صعبة؟ كان في يهود صعدة لديهم مضايقات، كان في مضايقة، في ناس كانوا يضايقوهم تركوا اليمن. إحنا تركنا اليمن لم تبكى إلا إحنا حوالي 10 أسر، وتركنا اليمن. عندي داري إن اليهود ما بش من تزوج هذا أو تزوج بناتك أو تزوج جهالك أو نصلي، لأن عندنا الصلاة لا يصلح إلا ب10 الجماعة. نعم، وكان في صفر توراة كان في عندنا سفر توراة وكل شيء موجود، وكان في عندنا كنيسة. انت اسرتك عائلتك من في الريضة طول التاريخ يعني؟ لا، كنا احنا من كانت اسمها السودة، ونزلنا الى بيت هرش بسبب الماء. كان في عندنا شحة الماء في كانت، ما في الا برائخ، لكن في بيت هرش كان في عندنا ابيات. وكيف تعلمت اللغة العبرية؟ أب عن جد عن؟ لا، احنا تعلمنا من قرئة التوراة، اللي ما كان نقرأها ونقرأ التوراة تعلمنا منها. وعلمتم أولادكم كيف يقرأوا؟ كنت أنا معلم في ريدة، علمت البنات أول ما علمت أنا بناتي، وبعد ما علمت بناتي علمنا ثانية البنات. وكنت بين علم، كان لدي مدرسة صغيرة في جنب البيت، وكنت أعلم الأطفال والبنات. ولما بدأت الحرب في اليمن والصعوبات في الحياة، يعني شو سويته كطائفة يهودية؟ احنا مشينا في الأخير، هي بدأت الحروب في اليمن قبل 1.5 سنة، قدام ما نطلع لهم، فما شعرناش بذلك، شعرنا قليلة، كان قدو بدأ الغلاء وبدأ يطلع الدولة. كيف قررتم انه لازم تتركوا؟ رحتم اولا على صنعاء ولا؟ رحنا على صنعاء، وبعدها رحنا لدولة اخرى، من دولة اخرى طلعنا لاسرائيل. كيف كان القرار انكم تيجوا لاسرائيل؟ يعني كان عندك قرايب؟ كان قد انا بنتي عمي، في عندنا اسر قبل 60 سنة، كان الذي طلعونا لاخر طلع احد اولادي الى اسرائيل، وطلعت بنتي كانت متزوجة الى اسرائيل، وعمي طلع الى اسرائيل، واحنا قررنا ان نطلع. هنا في يمنيين اسر اخرى راحت على بريطانيا، على امريكا؟ كثير طلعوا، في عندي اخ اسمه ابراهيم طلع امريكا، ومن قبل حيم طلع على امريكا، وفي بريطانيا نشي ابن عمي طلع بريطانيا، ويهود اخرين طلعوا بريطانيا، في منهم طلع بريطانيا، وفي منهم طلع امريكا، وفي منهم طلع ملاهون.
كيف اليوم بتحافظوا كيمنيين على التراث اليمني، على اللغة، على العادات والتقاليد؟ يعني احنا جالسين على عادتنا وتقاليدنا اليمني، نخزن القاه، نزور الشهر، نعمل عرسه كما اليمن. اليمن كان عندنا يعني قوانين يعني ممتاز. والمحيط العربي حواليكم كيف تعامل معكم كيف؟ أنا أذكر إنهم كانوا يجوا عندنا ونسر عندهم وفرح ونرقص جميعا، ولدي شروط وإحنا نرقص في أحد الأعراس حق يعني من قرايبنا يهود، فجاءوا القبائل وجاءوا المضربين المزمرين يسموهم المزمرين قبائل، وقمت أنا وبعدها فتحنا شريط حق سيان قولان وقمنا نرقص أنا وأحد زملائي وأحد اليمنيين من هنا. وكانت في زيارات وتبادل في مثلا في الأفراح أو الأعياد، يعني هذا واجب واجب، هم كانوا يزورونا وإحنا نزورهم، ما كان فيش ولا أي خلاف. الوضع الآن صعب في اليمن، في حرب يعني للأسف، يعني صعب الآن. أنا بين أسمع من أصحابي الوضع صعب مع المعيشة غالية والدولار ضراع. كيف تشعر اليوم والجالية اليمنية انتهت تقريبا في اليمن؟ هل تريد تعود تزور اليمن بيوم من الأيام أو؟ أنا لم أدري، أنا أحب أن أزور اليمن وأني ترعرعت فيه وأني أحب اليمن، ولكن مع الظروف لم أقدر أرجع لهم هناك. ما هي الأشياء الحلوة اللي بتذكر أنت من الريضة أو من اليمن ك؟ يا الأشياء الحلوة كان نشتغل لا الساعة واحد بعد الظهر، يسمونها في اليمن الساعة واحد بعد الظهر، ولا نشتغل، نروح نشتري القهوة أول نصل من العمل نتغدى، وبعد ما نتغدى نشتري القهوة ونسير نخزن عند أصحابنا سواء يهود أو مسلمين. كان لدينا أصحاب مسلمين، كان في واحد راعي محطة اسمه عبد الله سعد الله، كنا نروح يعني أكثر الأيام نخزن فيها المحطة هذه. الشيخ إتاء الذبح اليهودي والعادات والبريت ميلا يعني الختان كل هذا، كيف حفظتم على هذه العادات في اليمن؟ احنا حافظنا يعني بجدي، حافظنا على العادات والتقاليد. كان عندنا بريت ميلا نفعل حفلة ونذبح ما يسمونه بتبيع، يجي الماري ونذبح التبيع، ولا في الأعراس نذبح تبيع ونحلف على الناس اليهود الذي محيطين بنا حتى البعيدين مننا، نرسل لهم رسائل يعني جو لدينا يعني عرس بوقت، ونشعر لهم بالوقت الذي احنا سنعمل العرس فيه. كان هناك زيارات من يهود يمنيين من برا يعني من الخارج اجوا؟ كان يزوروني انا بالخاصه، انا كان لدي من الاشكنازيين، كنت انا مدرس، كنت مدرس في اليمن وكانوا يتعاونوا معي. انا لم عملت المدرسه الا بسبب كانوا يتعاونوا معي، كان لدي 3 مدرسين وبنتي وانا كنت ادرس، وهم كانوا يتعاملوا معي وكان يزوروني بعض الأحيان من أمريكا من بريطانيا. شو تريد، سؤال أخير، شو تريد إنه العرب بشكل عام يعرفون عن اليهود في اليمن أو في العالم العربي كمجموعة خاصة؟ في صالح وفي طالح، كنا مرتاحين، ولكن في إنسان غلطا يغلط علينا ما يسمح الشل سواء الشيخ أو الجار حقك، ما يسمحش. لدى اليمن حمي، كان في اليمن حمي، إذا لديه جار وتجي ورثبه بقول له هذا بيغلط علي، هو ما يسمحش له، يقول لا تغلط على جاري، أنا سأقاتل معه. وإذا أشكر المسلمين برحب الذي قاموا بيهودي تبقى من اليهود الأخيرين
ثم توفى في المنطقة هذه. فأنا أشكرهم من كل قلبي وأملوا نظرة جيدة للمسلمين، وأشكرهم من كل قلبي على ما قاموا بالواجب.